أخبار اليوم. وفي احتفاليتنا النهارده بذكرى وفاة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، كان لنا لقاء النهارده مع الأستاذ أحمد المسلماني. برحب بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك وأخبار اليوم. في البداية أستاذ أحمد، حضرتك تكلمنا عن ذكرياتك مع عبد الحليم حافظ. أنا بالنسبة لي وزي كتير من أجيال مصر متعاقبة، جزء من حياتها وتاريخها وإحساسها ومشاعرها وتكوينها النفسي عبد الحليم حافظ، فأنا يعني معجب به إلى أبعد الحدود، وسواء بالأغنيات الساحرة وحتى بالأداء السينمائي الرائع لعبد الحليم حافظ وبأحاديثه الرائعة، أنا كمان ما توفر منها سمعت تقريبا كل أحاديثه. فعبد الحليم حافظ بالنسبة لي وبالنسبة لجيلي احنا تكوننا على صوت عبد الحليم حافظ وصوت السيدة أم كلثوم، ولا شك ان قبل كده في فنانين كبار وبعد كده في فنانين كبار. انا بالنسبه لي بيبقى عبد الحليم حافظ هو المكون الاكبر في التكوين النفسي من جهه الفن والثقافه والاحساس. استاذ احمد، يعني كلنا ارتبطنا بعبد الحليم سواء الجيل دوت او الجيل قبلنا، ويمكن انتوا اكتر شويه عشان عاصرتوه او كنتوا موجودين. اكتر الاغاني او اكتر الحاجات اللي انت بتحبها لعبد الحليم ما تقدرش تنساها ابدا، دايما تسمعها. هو للأسف أنا لم أعاصر عبد الحليم حافظ، وإنما يعني استمعت إلى أغانيه، إنما الحقيقة عبد الحليم حافظ هو حاضر، وزي ما قال الأستاذ أحمد زغلول، أنا جيت معاه النهاردة، أستاذ محمد شبانة، أستاذ أحمد زغلول قال كلمة مهمة جدا، قال عبد الحليم حافظ ما ماتش، دي إشاعة، إن عبد الحليم حافظ لا يزال موجود بينا ولا يزال حاضر بينا. فأنا الحقيقة كمان بنظرها من منظور وطني، عبد الحليم حافظ هو رمز الوطنية المصرية، رمز ثورة يوليو ورمز حرب أكتوبر. عبد الحليم حافظ هو الذي دعا إلى العمل والأمل، وهو اللي غنى للتقدم والبناء من السد العالي إلى غيره، وعبد الحليم حافظ هو اللي يعني بأغانيه الرائعة خلت كتير من الأحداث السياسية والوطنية في مصر. يضاف إلى ذلك عبد الحليم حافظ هو ركيزة أساسية في القوة الناعمة المصرية. فإحنا الحقيقة لما نقول القوة الناعمة المصرية في الغناء، فقطعا في مثلث أسطوري هو عبد الحليم وعبد الوهاب والسيدة العظيمة أم كلثوم، ده مثلث كبير جدا، ممكن يبقى مربع، ممكن يبقى خماسي وسداسي وسباعي، وعشان مصر ممتلئة بالشخصيات العظيمة، إنما في مكانة خاصة لعبد الحليم ومكانة خاصة لعبد الوهاب ومكانة خاصة للسيدة الجليلة أم كلثوم. استاذ احمد المسلماني، عاده بيبقى معلش يعني الجانب اللي احنا نعرفه عن حضرتك شويه السياسي، يمكن الجانب اللي هو الارتباط بالعندليب، يعني انا شخصيا اتفاجئت بيه النهارده لما شفت حضرتك. في حاجه في ذاكرتك محفوره لاغاني معينه، حاجه بتحب تسمعها دايما لو تكون حزين او متضايق لعبد الحليم؟ انا كنت بذاكر على اغاني عبد الحليم حافظ، دكتور احمد زويل كان بيقول لي ان هو باستمرار كان بيعمل كل شغله على اغاني ام كلثوم، فقلت له انا مزيج من ام كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من نجوم مصر، سمعنا الكل، سمعنا نجاة الصغيره وسمعنا فايزه وسمعنا ورده وسمعنا كتير من الرائعين في مصر، انما الحقيقه عبد الحليم حافظ له مكانه خاصه. فانا بالنسبه لي المذاكره، وبالنسبه لي السهر، وبالنسبه لي قصص الحب، وبالنسبه لي التكوين والنضج العاطفي، وبالنسبه لي اجمل الاوقات الى الان انا ممكن اسمع صوت عبد الحليم حافظ. فبالنسبه لي هو مش بس تاريخ وذكريات، انما هو حاضر جميل. وطبعا اي انسان ممكن يكون سياسي او اقتصادي او مهندس او طبيب، انما عنده تكوينه النفسي وتكوينه العاطفي اللي قطعا كتير مننا، اكيد في نجوم كتير في حياتنا مش بس الاستاذ عبد الحليم حافظ، انما هو له مكانه كبيره جدا وساميه عندي وعند كتير جدا من معجبيه ومحبيه. وشكرا لحضرتك وشكرا لاخبار اليوم ان هم موجودين في بيت عبد الحليم حافظ النهارده علشان يحيوا ذكرى الراحل العظيم ركيزه القوه الناعمه ورمز الوطنيه والفن معا عبد الحليم حافظ. شكرا. تقول له بقى حضرتك، تقول لي بس كلمه صغيره كده في ذكرى، هتقول له ايه؟ انا لا املك الا ان ادعو الله له بالرحمه وبالجنه، وندعو لوطننا بالسداد، وان هو يصل الى المستوى اللائق والمناسب واللي كل مصر يسعد به، سواء ان بلدنا تبقى عظيمه على مستوى القوه الناعمه اللي كان عبد الحليم احد ركائزها، او على مستوى القوه الصلبه اللي جيشنا العظيم رمز او ركيزه القوه الصلبه الاولى. مرحبا بك دايما ضيف عزيز في بوابه اخبار المستاذ احمد. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا.